وسط تلك الحشود التي تجمعت في العاصمة البرازيلية ريو دي جانيرو ولمؤازرة منتخب البرازيل بمهمة جديدة في مونديال روسيا، انطلقت مباراة منتخب راقص السامبا أمام نظيره المكسيكي في إطار ثمن نهائي كأس العالم 2018. شخصية نجوم السيليساو فرضت نفسها اليوم على المباراة على الرغم من التوقعات التي أشارت بأن المكسيك ستكون ندا قويا للبرازيليين، لكن السحر البرازيلي والضغط المتواصل خلال عمر اللقاء أثمر هدفا أولا عن طريق أغلى لاعب في العالم نيمار بعد تناغم كبير مع الجناح الخطير، لتنطلق بعدها الأفراح في معسكر الجماهير البرازيلية. بعدها محاولات خجولة من هجوم المكسيك لم تشكل أي خطورة على مرمى الحارس البرازيلي أليسون بيكر، حتى أطلق روبرتو فيرمينيو رصاصة الرحمة بإحرازه الهدف الثاني للبرازيليين بعد نزوله بدقيقتين فقط، ليثبت لمدرب منتخب البرازيل تيتي أنه الأحق والأقدر في قيادة هجوم السيليساو بدلا من جابرييل جيسوس. أما منتخب التريكولور اعتمد بشكل كبير على الفردية، وإن شئت فقل العشوائية، لينتهي اللقاء بتأهل منطقي لمنتخب أصبح المرشح الأول للفوز بلقب أغلى البطولات، ولقطة كهذه تلخص معاناة المكسيكيين.